مشك الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خضعت لعظمته كل الرقاب، وذلت لعزته كل الشعاب، وانحنت له كل الأصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سبحانه أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أرأيت آدم لما تلقى من ربه الكلمات وعليه الإله تاب؟ أرأيت ابن آدم الذي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ أرأيت داود لما استغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ أرأيته لما تصور عليه الخصم المحراب؟ أرأيته لما شج الإله ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب؟ أرأيته لما قال أحدهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب؟ أرأيت سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ أرأيته لما حمل الهدهد الرسالة والكتاب؟ أرأيته لما أتى بالعرش من اليمن ممن عنده علم الكتاب؟ أرأيت زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ أرأيت البتول العزراء مريم لما قالت لزكرياه ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ مسك الختام، تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتلوه على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء محافظة الغربية، القارئ والمقيم بمسهلة مركز السلطة محافظة الغربية، فضيلة القارئ الغني عن التعريف الإذاعي الكبير الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، نسأل الله عز وجل له التوفيق ولنا حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا يدخلون الجنة
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة ومن عمل صالحا
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ويا قوم ما لي إلى
مفيش حد يقول لك دولي الا بلوس. انت دولي عشان تبقى عارف. ومتع العالم دي بالصبح، احنا معاك للصبح. يا رب ربنا يخليك لحبايبك يا عم الشيخ. وأفوض أمري إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما كذب.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
سخرها عليهم سبع ليال. سخرها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام رسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة
حاضر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فذكتا دكتا فيومئذ وقعت الواقعة
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه كتابه بيمينه. يا رب ربنا يجعلنا جميعا يا رب. فأما من Allah 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 Allah
يا رب. فيقول ها صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. وهكذا اخوتنا واخوات الايمان والاسلام، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمسهلة مركز الصمت محافظة الغربية. نقل توزيعا لكم ولأحدث مكفرات الصوت والإنارة إدارة حسين عبد الحافظ المقيم بالبدنجانية مركز السلطة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد عدلان بشرشان. حضرات السادة المؤذنة الكرام بانتهاء هذه التلاوة القرآنية المباركة شكر الله سعيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.